هجي مش أجي، أنا قبلت التحدي. يوزع جول، فوت الجول. حلقة جديدة. واحد يعني أنت وشاب الكبة حابين تعملوا ستة بالإنجليزي، حرية شخصية أحرار، بس إحنا ليش نشارككم هاي اللحظات الفسيولوجية؟ مش مجبورين نشوف. اثنين، امبارح كان يوم المرأة، شكرا لكم مصرين تضلوا تشوهوا صورتنا ودورنا في المجتمع كنساء. ثلاثة، وهي الأهم، لماذا؟ يعني شو دورها بالفيديو؟ ما أهمية وجودها؟ بس الحق مش عليكم، والله الحق مش عليكم، الحق على أهل البنت اللي سمحوا لها تطلع معكم، وعلى وطن عربي ما فيه قوانين توديكم في 60 داهية. انتي شاب الكبة، الله يسلم بدنكم، سميته بدني أكتر من براءة مبارك. مستشار عسكري في فيلق القدس الإيراني صرح إنهم قادرين يدمروا إسرائيل ب7.5 دقائق. شوفوا الدقة، أشعر بدني. يعني كان بإمكانه يقربها لـ8 أو يعمل زي المولات 7.99، بس لا، مستشار عسكري دقيق بعرف شو بحكي. وإحنا كصليت إخباري انفردنا بفيديو حصري للتدريبات العسكرية. اللهم دمر إسرائيل، آمين، في 7 دقائق، آمين، ونصف، آمين، 30 seconds، آمين، throw second، آمين، خوش كباب، آمين. وهنا ننتقل إلى فقرة سؤال الأسبوع، ليش إيران ما تعطي هاي الأسلحة القادرة على تدمير إسرائيل ب7.5 دقائق للمقاومة والممانعة؟ 1. تكتيك. 2. على الطريق، تعرف لأنه كل مرة بتختلف الطريق. 3. مقاومة. أرسل الإجابة الصحيحة إلى هاشتاج الصليت الإخباري واربح معنا سيخ كباب ونصف. في تونس صار في مباراة كرة قدم مهمة جداً بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. على ذمة الراوي، الحكم كان يغش لصالح النجم الساحلي، بس رئيس النادي الصفاقسي ما سكت، مسك مساعد الحكم بين الشوطين ووجه له إصبع الاتهام في لا عينه؟ برضو لا. وين؟ تعرف أغنية تامر حسني أكتر حاجة بحبها فيكي هي دي؟ بتعرفوها؟ هي دي. هبط باش نهدي من روعه ونطلع له المورال ونشكره، ما رعني إلا يطلب مني، وهذا غريب، وبإلحاح كوني أنقره في مؤخرته. ها؟ فقمت بهذا مرتين فأهدى لي هذا ضربة جزاء غير شرعية. من الواضح إنه في عندكم مشاكل جدية في الاتحاد التونسي، أتوقع لازم تحلوها. ما بعرف شو أسميها، يعني روح رياضية زيادة. خالدي الحالي بخبر تاني، حالي بخبر تاني. ها، عالم الحيوان، رجم تمساح حتى الموت في تونس. ليه 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 ليه؟ شو عمل عشان ترجموه؟ ليه؟ أنا بعرف واحد برجموه إذا خماخم. أنت بعد المباراة رحت محل تمساح طلب منك إشي؟ نقرته. رسول المحبة، سفير السلام، ينبوع الاستقرار علي عبد الله صالح طالب بمصالحة وطنية شاملة في اليمن. او ام جينز. لمزيد من التفاصيل اترككم مع دكتور لوجيس. بس خلص، مش ليونيل ميسي انا دكتور. نرجع لموضوعنا. هاي الدائرة هي اليمن، ما يوجد في داخل الدائرة هم اطراف النزاع، سين يساوي علي عبد الله صالح، صاد وعين. ايش بقترش طبعا اعطيكم كل علمي بحلقه، لا يمكن. نرجع لموضوعنا، سين ضد صاد وضد عين. فجأة سين قررت تصير كاف منفردة طرف عاشر يساوي مظهر ترعزة، وقررت تصلح بينهم، هي ده تصلح بينهم اللي هي طرف منهم. هيو حمامة سلام، بو 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 بو. شايفين؟ هذا يدل على شيء، فيدل على إشي واحد فقط، إنه علي عبد الله صالح العرب مجانين. مواطن من دولة موريتانيا العربية الشقيقة راح زيارة لدولة لبنان العربية الشقيقة بدون تأشيرة، كون العربي بدخل لبنان بدون تأشيرة وباخذ التأشيرة في المطار، بس المطار قال له لا ما في تدخل، لأنه موريتانيا مش دولة عربية، موريتانيا رئيسة جامعة الدول العربية مش عربية. المواطن الموريتاني حزن وفقد الأمل وجهز حاله للرحيل لأنه مش عربي، لحد ما أجت موظفة
اشتغل فيها حس الضمير وحس المسؤولية وفتحت ويكيبيديا وعرفت انه موريتانيا دولة عربية. بس احنا بدناش نركز على المشكلة، بدنا نركز على الحل. عشان هيك بنقدم هاي الاغنية هدية من الصليط الاخباري لمطار بيروت. والان سيقدم لنا الصليط اغنية باسماء الدول العربية: مصر، الجزائر، السودان، العراق، المغرب، السعودية، اليمن، سوريا، تونس، الصومال، الأردن، الإمارات العربية ولبنان، ليبيا، فلسطين، الكويت، موريتانيا، البحرين، عمان، وقطر، جيبوتي، في دولة حتستغربوا منها اللي هي جزر القمر. لا 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 لازم تعرفوا يا اخوان انه لسه الدنيا بخير، لسه في ابطال، لسه في هيروز. واكبر دليل على كلامي فيديو الاسبوع، كما عودناكم ان لا نعودكم دائما. شفت كيف انقذ القطه؟ ترميها ليه؟ وبدك ترميها؟ أنقذتها ليه؟ الله يسم بدنكم. لنا لقاء آخر. نيكولاس وين رايح؟ مش مستاهل، ليه زعلت؟ مش زعلان، بس صار مرر وقت كتير، وسبع دقائق ونصف تتحرر فلسطين. بدي ألحق حق العودي. سلام.